بشباب هالمعطاء القادر على التحدي والصمود لإعادة البناء والرقي بأبنائها ووطنهم الذي عانى سنوات طويلة من الإرهاب، وضمن فعاليات الهيئة التطوعية الشعبية الحياة الطبية بمشاركة طلاب كلية الفنون الجميلة، تم إعادة تأهيل عدد من المدارس الابتدائية والإعدادية المحررة في حلب وريفها، حيث تم إنهاء نحو 40 مدرسة في حلب وهناك نحو 20 مدرسة قيد الإنجاز. عندنا 120 طالب هم الذين شاركوا في عملية رسم الأشكال على الجدار. هذه الرسومات هي التي تناسب أعمار الطلبة وتبعث فيهم الأمل من أجل إعادة أعمار سوريا. شعب الحلبي تحديدا هو شعب حي يحب الحياة، وسيتم إعمار المدارس كافة في حلب وكل المرافق والبنى التحتية التي عاث فيها الفساد والتدمير. جينا نشارك بهي الفعالية إنه نحاول مدرسة من ورود، من رسمات بسيطة مختزلة على جدرانهم بصفوف، حتى نحاول نبذ جواتهم روح الأمل، نرجع نرجع لهم السلام يلي كان ولو إنه بشغلات كتير بسيطة. نحن هلأ عم نرسم على الجدران مشان نزرع شوي فرح وش الأطفال، شوفوا رسومات يعني شوي تعطيهم أمل يعني بعد هالشي صار علينا مثل ما شايف هالأوضاع. احنا عم نرسم هون مشان الطلاب يرجعوا يشوفوا الأمل على القليلة بالرسمات مبدئيا، ويرجع فكرهم يتجدد هلا من بعد الوضع اللي نحن كنا فيه. جينا نعمل فعاليات هون بالمدرسة مشان نرفع سوية الطالب الفكرية ونمحي عنده اللي زرعه الإرهاب بذاكرته للطفل من خلال الرسمات اللي بتعبر عن التفاؤل والحيوية وعن المستقبل. إنها إرادة السوريون كانت وستبقى بوصلتهم الأولى لإعادة الإعمار بعد كل انتصار للجيش العربي السوري على امتداد جغرافيا السورية.